بعض صديقاتي خذلوني بمواقفهم أثناء محنتي الكبيرة. حقيقي صديقات كانوا صديقات طفولة، مدرسة، صديقات بالعكس العمر، ولا صديقات مدرسة. يعني أنا أنتي مش متخيلة، يعني يمكن كان بقالنا فترة كتير ما اتكلمناش، وبعدين بعد الأزمة لا يعني كلموكي؟ لا خلاص رجعنا كأننا لسه مع بعض من واحنا صغيرين، وبقينا نتكلم على حلو. طول. بالعكس أي من أجدع الناس بصراحة. اللي عرفتهم بقى مثلا جامعة أو بعد الجامعة، بالفترة دي دول اللي تخلوا عنك بأثناء المحنة؟ ممكن تلاقي مثلا اتنين اللي عملوا كده، انما انا الحمد لله يعني عرفت ان ربنا بيحبني لاني لقيت ناس كتير قوي جنبي الحمد لله. وعرفت مثل ما بقولوا الاشخاص الحقيقيين او الاصدقاء بالزبط. الحقيقيين هن اللي بقيوا معك. بالظبط. اللي ما وقف معك دينا، اعتبرتي انت بتلاقي مبررات كنت عم تقولي، بررتي هذا الشيء بما معناه انه مش عاوزه ادخل في الموجه دي، انا مش عاوزه اكون معاها في الموجه دي؟ ممكن، واديتها عذرها برضو. يعني ما انا بقول لك ما ينفعش نحكم، يعني انا ما ينفعش احكم على حد وانا ما اعرفش ظروفك وما اعرفش انت بتفكري ازاي، بس انا لو مكانك مش هعمل كده. يعني انا لو في حد عنده مشكله او عنده ازمه انا هقف جنبه عشان انا ابقى مرتاحه، او انا ابقى حاسه ان انا عملت اللي عليا، مش ان هو تاديه واجب هعمله من قلبي. ضميرك مرتاح يعني؟